كل محافظة أسبوع بنستهدف إن إحنا نشخص ونعالج 1000 طفل في اليوم، يعني 6000 طفل في المحافظة. لكن نشكر ربنا في أسوان قدرنا إن إحنا نكشف ونعالج 11000 طفل. حاجة مبدئية يعني، حاجة كويسة يعني كبداية، لكن هي طبعا عايزة استمرار، يعني استمرارية طبعا، وعايزة دعاية أكتر من كده، لأني أنا متأكد إن في ناس كتيرة ما وصلهاش الموضوع نفسه يعني. لكن هو طبعا أسبوع حاجة كويسة قوي، تعمل سكريننج يعني، لكن عشان تجمع العدد كله وتحصله ده موضوع، لا عايز برضو إيه، عايز تواصل شوية يعني.